هلو هلو جايز، نتمنى تكونوا كلكم في صحة جيدة. ليلة سعيدة. بوغوس بوغوس صافا ترونكيل، كلشي مزيان، كلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله. احنا دابا في البارتي 10 من قصتنا، ومازال الخير قدام الخوت. دابا تخلي ليا لايك، سبسكرايب، الجرس، بارطاجي مع اصحابك باش ندفعوا السفينة اللي احنا غاديين بها. على ما بان ليا في لي كومونتير انكم فهمتوا البلان مزيان ومبقى حتى شي مشكل. So nice. تبارك الله عليكم. نشوفوا فين خليناها ياك. بالنسبة لسماعيل الخوت فخليناها منين؟ هذاك البوس ديال المافيا ديال الهاكر ولا كيحيد حداه الكاغول ولا كيقول ليه باغا الخدمة عيط ليا غير علال. فسمع بطل القصة اللي هو اسماعيل، البطل الثاني اسمع علال، جا الضحك بزاف. هنا فين خليناها؟ أما بالنسبة لرومان فخليناها فاش كان جالس هو وحمزة راس العدسة كيدويو على باش يرجعوا للسوق وباش ينتقموا وكذا، فهمتوا البلان؟ وكان كيدوي ويا وسمع شي صوت من موراه. هنا فين خليناها؟ يلا غنبداو عند رومان، دير الكيت ياك شكون بوحدك، طفي الضو ويلا ليتس جو. احنا دابا عند رومان. رومان قال لحمزة واش صافي انت معايا، نرجو نلعبو معاهم حتى احنا. وهو كيدوي معاه حتى سمع واحد الصوت من موراه كيقول ليه عمي. غير دارت كانت تصدم فاش كنلقات توأم محمد وامين الدراري اللي تبنى حمزة. شحال هادي عقلتو عليهم؟ شوفهم دابا تقول هادو ولاد هنايا وافقهم الجو ديال بصح. المهم بقيت كنشوف فيهم ما بغيتهمش يعرفوا شي حاجه على الماضي ديالنا. ايوا مصيبه هاد الدراري والو شدونا وقال لك عاودوا لينا. انا بعدا ما عندهم ما يصوروا مني، يشوفوا مع باهم حمزه يعاود ليهم. ايوا حتى هو بقى كيطلب فيا نفكوا منهم. وداك الشيء اللي درت دوزنا واحد السيمانه داروا لينا حبوبه في الراس والو. قال لك بغاو يعرفوا كل شيء واش ديتهم عاودت ليهم من الاول. وتانا بان ليا فيهم البلان غنأسس مافيا وقيلة. قلت لحمزة قال لي فوت غير ولادي. قلت ليه دغيا رديت يوم ولادك راه عندي فيهم النص انايا. المهم بقاو حتى هما كيطلبوه حتى قنعناه. احنا الخوت ما تنساوش كنا مع مافيا على قدانا وحمزة وروناها، بقى لينا غير براهش ديال اخر الزمان نخافوا منهم. تانا بقيت على حمزة راك انت واعر انت كاين حليت عليه ديال بصح. حتى ولا كيضحك ويفرنس. صافي بلانينا كاملين باش نرجعوا للمغرب ونبداو الخدمه ديال بصح. داكشي اللي كان مريم قالت لك بغيت نكون معاكم. واش منيتها ترى السيده لصقاتنا؟ قالت لك بغات تعيش الاثاره. قلت لها مرحبا زيدي تعيشي العذاب. ونزلنا كاملين للمغرب. الدري ولدي خليته عند جداه اللي هي الوالده ديال صفاء، مت صفاء خليته عندها كيتحسب ليها غير عييت منه. المهم غير نسالي ونمشي ناخذه. حلينا ديك الفيلا نعماس، جبت داك الكوكايين والحشيش اللي كان في داك لاكاب في البيرو ديال محمد براده. بعنا لواحد المافيا باقي صغيره واحد الكميه متوسطه، والسلاح خليته حيت غنحتاجوه بزاف. قلت لحمزه تكلف تريني بالدراري بجوج وعلمهم السلاح وكلشي، وانا غنستعان بشي اصدقاء قدام معانا. شديت الخوت طريق لطنجه. عرفتوا شكون هما الاصدقاء ياك؟ مشي ديريكت العنوان ديالهم، ايه داسا والجوكر. قلتو عليهم هادشي الا كانوا باقيين حيين. خوتنا وصلت لعندهم وشافوني تضعقوا، وتانا كتر منهم كتشوف بنادم وصل 28 في عمره وباقي ضارب قشابه ونص فيها مخشي تحت الشورت وسنسله وكورميطه. الحماق
رحبوا بي اخوتنا في الله. عاودت لهم البلان من الاول وقلت لهم بلي غنخلصهم مزيان غير يلعبوا معايا حتى هما. قالوا لي يا مرحبا، وديتهم معايا حتى هما ودابا غتفرجوا ديال بصح غير ردوا البال عادي القديم راجع. بديت كنتريني بهم انا وحمزه ودوزنا شهر علمناهم السلاح وشي اساسيات في الدفاع عن النفس. اصلا هما مترينين غير باش يفيقوا شويه. واحد النهار عيط ليا وسامه قال لي بغيت نشوفك. درنا نتلاقاو في واحد القهوه، مشيت لعندو ريحنا انا وياها وسامه هو خويا ابو الكتاف. جلست كنسولو على مالين الدار والمدام والدراري وهو يدخلني ديريكت. قال لي واش داك الشيء اللي سمعت بالصح؟ قلت ليه سمعت يا ودي؟ قال لي بصح باغي ترجع لذاك العالم ديال الاجرام. قلت ليه هو خويا راك جبتي اخبار صحيحه. قال لي جاوبني بلا تفليا. قلت لي تقول شكون وصل لك الخبر؟ قال لي ماشي سوقك. قلت لي هو الدار الجال اللي دارك حسن ليك. قال لي واخا حمزه اللي قالها لي وبلا ما تقول لي شي حاجه. قلت لي اها بلا ما نقول لي شي حاجه وليتو تخابروا بيناتكم بيان جوي. قال لي ايوا اعطيني راس الخيط دابا. قلت لي ماماك تعطي البنادم راس الخيط، عطيه البرا وخليه يدخل الخيط بوحدو. قال لي باقي مبراش في راسك واخا عندك الاولاد. قلت لي ما بقاتش في العمر بقاتش في العقل، دابا علاش كتسول انت على هادشي؟ قال لي بغيت نعرف علاش بغيتي ترجع وبالضبط في هاد الوقت. قلت لي لا مال هاد الوقت، انا السي راه غزاوني في جوج ديال المليار ميجمع غير الفم وبراد الله يولي برحمه الله الا كان مات. قال لي شكون قال لك مات براد؟ هو راه باقي عايش. قلت لي اها واش عرفتي انت باقي حي؟ كتضرب الخط ولا كتشوف الكارطه؟ ولا نسيت انت نسيبو وسلم لي عليه الا شفتيه. قال لي مبلغ اخويا ودابا قول لي بغيت نسولك. قلت لي واخا سول ولكن بلا ما دير لي حريق راس. قال لي كاينه شي بلاصه خاويه. قلت لي بلاصه خاويه؟ عندنا فرقه ديال الكره هنا، واش من نيتك ياك انت محامي اش داك لذاك الشيء؟ قال لي واش ماشي من حقي نعيش انا الاثاره وندوز شويه ديال المغامرات في حياتي؟ قلت لي لا من حقك ولكن نصحك بلا ما تجرب حيت غتجبد على راسك النحل. قال لي يا ودي غير دير بلاصه وما تخاف والو. قلت لي واخا مرحبا مرحبا بك، قريب نديرو اول عمليه لينا باش نزعزعوا البشري عاوتاني. قال لي واخا غدا نجي عندك الفيلا ونتفاهموا. خليته مشى في حالو. هاد الخوادري هارب ليه ولكن هو اللي بغى. راه واحد المثل كيقول قالوا لي ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. قلت لهم ما يمشي للجمره غير اللي كلاتو. دابا نشوفوا فين غير خرج هاد البلان. هو دابا رجعت للفيلا جريت حمزه للبيرو سديت علينا. قلت لي انت اللي دويتي مع اسامه ياك؟ اسامه خويا انت اللي عاودتي ليه؟ قال لي قال لك شي حاجه؟ شوف ما تهمنيش غلط، راه هو اللي بقى كيضغط عليا باش نقول ليه علاش رجعنا للمغرب على غفله وريحنا هاد المده كلها عجينا. قلت لي ايوا سيدي راه قال لك بغى يولي معانا وبغى يعيش الاثاره، وانا راه من الاول ما بغيتش العائله تدخل في هاد الشيء، داك الشيء علاش خويت البلاد. راه خويت البلاد هذه 10 سنين واش فهمتي؟ دابا الا وقعت لي شي لعبه مالي نضار يلوموني انا. قال لي ديك الساعه قول ليه لا. قلت لي السيد راه كبار مني وفيه فعيل البراش، الا ما قبلتش يقدر يجيب ديك منال لهنا ولا شي لعبه. راك حل راس داك اسامه، راك حل راس ديال بصح يقدر يدير اي حاجه. المهم دابا ما غيوقع والو، كلشي غيكون هو هذاك. غنزيدو للدراري واحد الشهر مازال ديال التدريب عاد نوجدو العمليه. قال لي صافي داكشي اللي كاين. جا اسامه الخوت وبدينا كنترينيو بهم واحد الشهر مازال. واحد النهار تحركنا غير انا والدراري واحد لا ميزون ديال الطوموبيلات تابع لشركه بي ام دبليو. هجمنا عليهم في الليل ما عرفونا منين تسلطنا عليهم. خدينا اليوم اربعه ديال الطوموبيلات اخر ما كاين وهربنا. ودابا ولاو الدراري اللي معايا هما هادوك ناضين، سلاح موجود، طوموبيلات موجودين، وحاط في دماغي اي لعبه تقدر تخرج لينا من الجنب وتخسر لينا العمليه حيت ولفت هاد الشيء. نشرحها لكم بعدا. العمليه كالاتي: غنهجموا على واحد البانكه وهدفنا ماشي هو نسرقو، بغينا غير نزعزعو المشاعر ديال بنادم. المهم جبت واحد المخطط فيه البنايه كامله اللي فيها البانكه كي دايره وشنو فيها ومنين الدخلات ديالها، وجبت الخريطه ديال المدينه والطرقان اللي غندوزو منهم. نص ديال العمليه غيتكلف به حمزه حيت هو هاكا غيتكلف بالابواب والكاميرات، والنص الاخر غنتكلفو به حنايا. صافي وصل نهار العمليه جمعتهم في ذاك النهار وبديت كنخطب عليهم تما، طيبتهم بالهضره بحال الا داخلين للحرب. وكنقول لهم اللي بانت لي القضيه ما مسلكاش يقولها من دابا ويتراجع. شديتي ولا شي لعبه؟ واخا محال يشدونا
حنا ما تعرفنا ما نعرفوك برجوله تخلاتي ما قديتيش على شي لعبه قولها من دابا ماشي حتى نبداو العمليه وتعاقلنا متفقين هزينا الخوت السلاحات ديالنا وثلاثه من الطوموبيلات اللي سرقنا وتحركنا في وجهه نحو البنك وصلنا تما بلاصينا ركبنا اللاسلكي كاملين باش ندويو بيناتنا وبديت كنوصيهم قلت ليهم غنمشي انا الاول عند السيكوريتي نبدا ندقندز عليه في هذا الليل فاش نعطيكم الاشاره تحركوا كاملين ونزلت من الطوموبيل وغادي جيت سيكوريتي بخطوات ثابته وصلت نص الطريق حتى كنشوف واحد المنظر وي 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 اش هذا كيفاش هذا الشيء حتى طرا اش طرا تا وليت باغي نطلقها في حوايجي الخوت فاش كنشوف وهنا الخوت غنحبسوا رومان رومان حبسناه هنايا في نظركم شنو شاف رومان واللي خلاه يتصدم لهاد الدرجه في نظركم واش غتنجح عمليه السطو على البنكه ولا غتخرج ليهم شي حاجه من الجنب الخوت القصه غتدون وغتشلط ديال بصح ندوزو عند اسماعيل لاكر اسماعيل خليناه منين كان مع علال اللي هو ملكاكو الرئيس ديال المافيا ديال الهاكر وقال لي وليد قول لي علال خارج الخدمه اسماعيل دوى مع علال وقال اسماعيل اللي غيدوي دابا بل لي السي علال جالس وريتو صور ديال دوك اللي قتلوا لي والديا وخذوا الاملاك ديالنا وفاش شافهم بقى مصدوم واللون ديال وجهه تبدل قلت ليه شكاين واش كتعرفهم قال لي لا غير تشابوا لي انا عرفت بلي تحت من راسو شي لعبه بقى غير كيدور في عينيه وانا كنحاول نعرف شنو كاين والو كاين كور ولكن مع من طاح لقاني لصقة ما فرقتو حتى قال لي الكلام اللي كيصدمني به فاش قال لي هادو راه كانوا منظمين اكبر مافيا في المغرب وباللي الوالد ديالو الله يرحمه كان رئيس ديال شي مافيا وحده اخرى حتى هي كتاجر في المخدرات وكانوا كيتعاملوا مع بعضهم المافيا ديال الوالد ديال السي علال والمافيا ديال راس لادسا وروما وقال وفي واحد الخطره رئيس ديال المافيا اللي في المغرب اللي خدامين مع هاد خوتنا السي برادا غواه بالفلوس وهو يخوي بالاب ديال علال قتلو وخد عليه كاع السلعه والاملاك اللي عنده وهاد الجوج اللي وريت ليه في التصاور كانوا هما الشركاء ديالو في الجريمه قال لي من ديك الوقت وانا حاقد عليهم وقال لي حلفت باش نفنيهم هما وعصابتهم وداكشي علاش تعلمت الهاكر ودرت مافيا ودابا راه كبرات وقال لي وقيل جا الوقت اللي غادي ناخذوا الثار ديالنا منهم قلت ليه حبس حبس واش باقي مراقب ديك العصابه قال لي لا قلت ليه بلي راه تفرتكات هادي شي 10 سنين قال لي وعلاش تفرتكات قلت ليه هاد الجوج اللي وريتك تقلبوا على البوز ديالهم وداروا ليه الصابونه وصيفطوه لحبيب بيس المهم بقيت كنخطط انا وياه كيفاش نديروه لهاد الزبل كامل في الاخر فكرنا نعاقبوهم واحد بواحد واللي غادي نبداو بيه هو السي برادا براسو بغينا نشوفو كنديرو حتى نوصلو ليه بقينا كنقلبو عليه في جميع المواقع حتى فكرت واحد الموقع مغربي كيحط جميع الاخبار اختاقنا ليهم اللعب ورجعنا للملفات القديمه ديال 10 سنين حتى لقينا خبر تفكيك عصابه هي هادي قرينا داكشي وعرفنا منه كثر باللي برادا تضرب بالحبس الطويل حيت كان هو رئيس ديك المافيا وفي نفس النهار باع الاملاك ديالو اللي هما الشركه ديالو الفيلا وكلشي لواحد النصراني سميتو رومان اش هادشي كيفاش باع ليه عاد ضربت ليا الخوت طن في راسي باينة نصبو عليه ما فيهاش الشك وعرفنا السجن فاش مشدود وقلت لعلالة هادوك راه خاصنا نحضيو منهم بزاف قال لي راني داير ليهم قالبهم بوحدهم هادوك نساليو مع دخونا ونتبالاو بهم المهم اول حاجه درناها هي هبطنا للمغرب مشينا بالضبط لكازا حيت داك السيون برادا محبوس تما بقينا تما شي سيمانه واتفقنا باش نخرجوه بكفاله مشيت لعندو واحد الخطره للحبس زعما نزورو كتشوف واحد الحاله يرتالها قطع ليا في قلبي مسكين منيتكم راه ما كرهتش ديك الساعه نطير لمو راسو وناكل لي راسو قدامو المهم علال بقى داوي معاه حيت كنا بجوج عنده في الزياره كان كيكذب عليه وقال له بلي هو كان خدام عنده وكان السي برادا مهلي فيه مزيان وقال له دابا راني درت لاباس وجيت باش نرد لك واخا غير شويه من الخير اللي درتي فيا برادا مسكين تيق راسو عنقو بقى كيبكي علينا تما خنونتو سايله قال لك غدروني الشميت على هو كان راجل المهم فرحناه بواحد الخبر قلنا ليه قريب غادي نخرجوك بكفاله بدا كيشكر فينا وكيقول لنا ما ننساش ليكم خيركم وكذا شتو بنادم راه كيكون عنده الفلوس كيحسب راسو ما كيدخلش للطواليط ولكن غير
يتشومر ما يبقى عنده حتى وزه كيتواضع ولد الكلب. المهم ما عليناش، داز شي يومين وحنا كندفعوا في الفلوس ونزوروا شي وراقه وشي تخربيق. المهم تماغه في الاخر خرجناه من داك الحبس، دينا لواحد الفيلا في وسط واحد الفيرما كبيره، وجي خارج على المدينه طلينا فيه مزيانه. بغينا بعدا نعرفوا شنو تحت من راسو، كان كل خطره كنجبدوا ليه هاد المافيا وكيصرا له حتى دخل الحبس. قال لينا انا راه غدروني الشميت في اخر ايامي وداروا لي الصابونه، انا راه محمد براده وداروها بيا. قلت ليه شرح لينا كيفاش حتى طراليك. قال لينا نعاود لكم من الاول، كانوا واحد جوج ديال البراهش سميتهم عادل وحمزه، كانوا دخلوا للحبس بالمؤبد على جريمه القتل. واحد فيهم داك عادل كان مع بنتي وكانت كتبغيه بزاف، طلباتني وخسرت عليه الزباله ديال الفلوس هو وعشيرو وخرجناهم من تما، دخلتهم معايا في المافيا ولاو كثر من ولادي. حتى النهار اللي اكتشفت فيه بلي حمزه كيبيع بينا للبوليس ومنيتو كيدي ليهم الاخبار، نهار اكتشفناه هرب هو وصاحبه. شديناهم في الاخر وعذبتهم وشعلت فيهم العافيه، ولكن حرقت غير عادل حيت كان داك حمزه ذكي، ديتو معايا بقيت كندير ليه الضو حتى تصوطات لي الذاكره، خدمت به واحد شويه حتى دارت ليا في الخوا وانا نصيفطو لداعش، بعثو له واحد خونا وتهنيته منه. ومن بعد ما نعرفش منين خرج ليا واحد خونا سميتو رومان، تعاشر مع بنتي حتى ولات حالتها كتحسن فاش تعرفت عليه. السيد دار لي الصابونه هو وعشيرو اللي ما نعرف كي دار، حتى جابو من داعش وخوروني صيفطوني للحبس وحرقو دوك البوليس اللي كانوا داروا ليهم اللعبه في الجعبه. هذه هي حكايتي مع الشميت، ولكن بربي ما ندوز عليهم. المهم طرحنا عليه فكره نديرو مافيا اخرى وتكون ديال الهاكر، حنا عندنا مع داك الشيء وبقينا كنكذبوا عليه غير باش نطيحوهم كاملين في دقه واحده. المهم هو وافق يخدم معنا على اساس يكون هو رئيس ديال هاد المافيا. وانت دير الخير قال لك انا رئيس. ايوا ضمي يحشم ويحمد الله حيت خرجنا جالس كيتبون بالينا، ولكن غير بلاتي دابا نفشوه. المهم ما عليناش، سي علال عيط الخدامه كاملين هبطوا عندنا المغرب كاع المافيا، فهموا من البلان كامل وقال لهم بلي غادي غير نصبوا على خونا ونديروا بحال رئيس ديال المافيا، وفهموا كل شيء. اسسنا الخوت مافيا ودرناه بعنوان اميدوكس، وهنا الخوت غندوزوا عند رومان، الشخصيه ديالنا رومان اللي غيدوي دابا. انا غنمشي بخطوات ثابته نحو المستقبل اللاعين، وغادي بشويه عليا وباغي غير نوصل عند سيكوريتي. حنا قدام البنكه، المشهد كيبان لكم طوادي، حنا قدام البنكه، انا كنتمشى لعند سيكوريتي وباش نبدا نتقندز عليه. غير وصلت نص الطريق حتى كنت غنطلق في حوايجي، صمرت في بلاصتي من هول الصدمه. الخلعه فاش كنشوف السيكوريتي واقف ما بيه ما عليه حتى تهز بوعدو في السماء، تخلطوا لي المشاعر وتخبط مع الارض كله. كوكتي في بلاصتي غدا تجري من هنا حتى للصومال، انا ضغط اللور كنشوف الدراري كلهم خارجين من الطوموبيل وحالين فمهم. انا صافي اللي ليها ليها، صدمت على قلبي وزدت لقدام وهما تابعيني من اللور بشويه بشويه، شي مخشي في شي وانا باقي في الصدمه كيفاش هاد السيكيورتي حتى تهز وتخبط مع الارض حتى كيتحل الباب بوحدو. وانا نوقف قلت للدراري شات تبغيش واش دايرين شي كاميرا خفيه ولا الجنون، جنون دارت لهم في الخوا ولا شنو، جاو يخلعوني. تمشيت الخوت ودخلت مع البنكه اللي لقيت بابها محلول، بقيت لداخل غير الظلام، يلا غنشعل البيل حتى كيشعل الضو. دارت ورايا لقيت الدراري كل واحد مخشي في قنت واسامه كيشاهد، باينه هاد البنكه مسكونه ما فيهاش الشك. زدنا باقي جهه الفلوس كنشوف واحد جوج صحاح مريحين تما، وصلت حداهم ما شافونيش. اش هادشي، انا واقف حداهم وهما كيضحكوا مش ما كنبانش ليهم. انا مسالي قبي هزيت واحد القرعه ديال الماء، المشكله انه كتبان ليهم غير القرعه ديال الماء مهزوزه بحال ما تيشوفونيش، انا كيشوفوا غير في القرعه بوحدها. ما فهمت حتى بلان، واحد خونا منهم تخلع ديال البصح وناض كيجري يلا بغي يخرج هو يتيري فيه واحد من الدراري حط ليه واحد القرطاسه بين عينيه، خويت شويه ديال الماء على الاخر اللي باقي جالس وكيحك في عينيه عاد تيريت فيه، يا يعني نتخلعوا كاملين يا يعني نحرموها. شي بلان تما دخلنا دغيا لخوته حمزه بقى في الطوموبيل باش يعلمنا الى جاي شي واحد، هو اللي مكلف بالكاميرات صوتاهم هو الاول. عاد دخلنا خدينا كاع الفلوس اللي تما، درهم ما خليناش، خرجنا دغيا ركبنا في الطوموبيلات وطارنا. ولكن البلان ديال ما كنتش كنبان ما بغيتش نقولو للدراري، سكت كنقول اش واقع، واش ديك البنكه مسكونه ما فهمتش. رجعت انا للدار دخلنا دوك الفلوس كاملين ومشيت ناست،
غير نهزت وانا نبدا كنحلم، كنحلم بواحد ختنا زوينه. انا غادي هارب منها وهي تابعاني، كتقول لي هاني رجعت ما توحشتينيش، وانا كنقول لها فوتيني عليك راني بولادي والو. بقات تابعاني حتى كنفيق على شي واحد صرفقني، كندور في جنابي ما كنلقى حد، بقيت راسي مستحلم ني غير يكون داكشي اللي على بالي مصيبه كحلت ناكت ناكت عليا ديال بصح. نط ديريكت دوشت تبدلت حوايجي، جبت البيسي وبديت كنقلب في يوتيوب، لقيتهم حاطين اول خبر هو سرقه البنكه اللي درنا. دخلت نشوف اش كيقولوا، لقيت واحد الصحفي كيسول السيكوريتي اللي كان حدا الباب، قال ليه كي طرا ليك وشحال كانوا هاد الشفاره؟ قال لي اش من شفاره، تا دخل فيا شي حاجه بحال التران. قال لي كيفاش التران؟ ياك انت خدام هنا؟ قال لي اه، ولكن كنت غادي في السكه وهو يدخل فيا التران. قال لي الصحفي واش كتسطع عليا الشريف؟ عرفتي السكه بشحال بعيده من هنا؟ قال لي اه راه غير البارح كنت فيها ودخل فيا التران. انا الخوت طرت فاش تفرجت في هذا الفيديو، سيد قال لك ضربوا التران، حالته صعيبه اكثر من القياس، ولكن دابا خاصني نشوف كيفاش حتى ضربوا هاد التران، حيت راه بزاف هاد الشيء. مشيت كنقلب على تفسير الاحلام، لقيت عاوتاني غير الجيل العاشق، ناري وليت دار ديال الجنون. في الاول ديك ختنا اللي ما فكني منها غير داك الفقيه، ودابا هادي. مشيت في البلاصه كنقلب على كيفاش ندير نخرج هاد الجنيه، مشيت عند الفقيه قال لك خاصك دير تحضير الجن وتشوف اش بغات منك ودير معاها شي تاويل حتى تفك منها. ومشيت تقديت كل شيء اللي خاصمه، ما قلت والو للدراري من غير حمزه، وعلى حسب التعليمات ديال الفقيه درت داكشي اللي قال بالضبط. منين وصل الليل صايبت نجمه والشمع وجبت معايا شي كتوبه تقديتهم، وبديت كنقرا في داكشي وانا وسط ديك النجمه شي نص ساعه، حتى بغيت نوض ونقول هادشي ما منوش. عاد سمعت شي صوت قدامي كنهز عينيا، كتب ليا واحد البنت واقفه قدامي وقالت ليا واخيرا رجعت لك راجلي العزيز. قلت لها شمن راجلي العزيز؟ شوفي قولي اش بغيتي مني نعطيه لك وعطيني الثقه. كنهضر معاها بحال الليله كندوي معاها شي ريح، حيت قلبي اصلا مات، مات شحال هادي ما بقات حتى حاجه كتزيرني وكتخلعني. قلت لها شوفي لك شي راجل اخر، مثلا حمزه راه بوكوس زوين ولكن هو مزوج، شوفيه في الفيسبوك ولا شي بلاصه اخرى. قالت لي واش حنا كنلعبو هنا؟ انت راه راجلي وهاد المراه ما كاين اللي فاقنا، لا فقيه لا غيره. قلت لها كيفاش هاد المراه؟ ما تقوليش لي انت هي. قالت لي اه انا هي، انا هي اللي مشيتي عند داك المشاويد وعطيتيني ليه. قلت لها وكيفاش حتى رجعتي؟ ياك صافي تهنيت منك. قالت لي لا ما عمرك تهنى مني. قلت لها كيفاش حتى وليتي ورجعتي لعندي؟ راه هو قال لي بلي خدمك عنده. قالت لي اه خدمني عنده وغير جمعوا الناس ديال الدوار ومات. هربت من تما وبقيت مشرده حتى شدني واحد الشيطان ورجعني للعالم السفلي. رجعت لتما بقيت عايشه مع خوتي حتى وليت استرجعت القوى ديالي، حيت كان ضعفني داك عدو الله اللي مشيتي لعندو. وبقيت مده وانا كنقلب كيفاش نهرب من تما ونجي نقلب عليك، حتى وقعت واحد المعركه بين شي قبائل ديال الجن وسلت من تما وجيت كنقلب عليك حتى لقيتك، ولكن كنتي مزوج بقيت حاضياك حتى ماتت لك المراه، تكفسات عندك الوضعيه والقضيه ورجعتي تاني للسرقه وجيتي لهاد البنكه وتما عاونتك حليت لك البيبان حيت وليت قويه اكثر من الاول. دابا ما كاينش اللي غيفرقنا غير رضا بالواقع، اصلا انا غنبقى نعاونك فاش ما بغيتي ونجيب لك اللي بغيتي. ايوا المشاكل ما قدو فيل زادو فيلا. قلت لها ايوا كون جبتي القبيله ديالك كلها تسكن فيا ونديرو عصابه ديال الجن ونبداو نهجمو على البنكات، وسير الله يجيبك على خير. فوتيني ولا نشوف لك ثاني شي فقيه يهنيني من صداعك. هنا بدات ختنا كتبدل وعينيها ولاو حمرين ورجليها ولاو في شكل. انا كنحس براسي مهزوز، كنشوف لتحت كنلقى راسي معلق ومقجوش. ختنا كتضحك وكتقول لي انت راه ديالي بوحدي. قلت لها ودي غير تلقي ونتفاهموا، انا راني مسالم لا لين عنف ضد الرجال، تلقي ولا نعيط لمرات حمزه تقمشك، راه نتوما البنات في شكل. هنا لاحتني فوق الناموسيه اللي في البيت فين كنت راسم ديك النجمه، وبديت كنقول ياك ما بغات دير ليا شي حاجه. قالت لي دوز تنعس حسن ليك، وغبرات نط جمعت ديك الروينه وخبيت داكشي ومشيت نعست. جات عندي عاوتاني ما رضاتني، ولكن اثرات فيا بهضرتها، زعما تقدر تكون باغاني تعاوني. اصلا مني كتكون معايا كنولي غير مرئي، مزيانه الكوكان. كثرت الهم كتضحك. دابا الصباح كي حليت عيني انا دوشت راه النظافه من الايمان، خرجت لعندهم فطرنا وهزينا الفلوس، خشيتهم في ذاك الباب السري اللي في البيرو ديال محمد براده، ودابا خاصنا نشوف فيا اللي نبيعوا ليهم شويه ديال السلعه عاوتاني.
وشي مافيا نديرو معاها تبييض الاموال باش يبدلوا لينا دوك الفلوس، حيت داك الرقم التسلسلي اللي فيهم مصيبه كحله. ولكن كل شيء كيجي بشويه بشويه غير بالصبر الخوت. الدراري اللي معايا عجبهم هاد الشيء، خصوصا فاش ولات الجنيه كتعاوننا ولينا مقودين ديال بصح، ودغيا درنا بلاصتنا عاوتاني في هاد الدومين وسمينا العصابه ديالنا عصابه الجن. كل شيء كان كيستهزئ بهذا الاسم وكيضحك فاش كيسمعوه، وحتى نتوما فاش سمعتوه ضحكتوا، حيت السميه كتبها بحال داك الشيء ديال الرسوم ياك، هو اجي وقف مع عصابه الجن وجها لوجه وفاش تتعامل معنا وتشوف حنا كي دايرين. خصك تعرف بلي كتعامل مع اخطر مافيا، وبحركه وحده نعرف كيفاش كتفكر وشنو غادي دير. هادشي كله بفضل الجنيه اللي واقفه معايا، واللي في مده قصيره قدرنا نديرو بلاصتنا ونشدو السوق ديال هادشي. والبوليس حمقناهم، يعياو ما يتبعو ما يشدو والو، يعياو ما يقلبو على شي اثر ما يلقاو والو، حيت رجعنا بعقليه جديده وبافكار جديده. وغير في هاد المده القصيره قدينا على شحال من مافيا وحيدناهم من طريقنا، وهادشي كله غير باش نلقى صاحب دعوتي. المهم ديك الجنيه حتى هي درت معاها واحد القانون باش تعود تجي لعندي غير وقت ما بغيت، وما تبقاش تصدعني بزاف، حيت راه واخا قويه نقدر نعذبها ونمشي عند شي فقيه قاد ليها المجاج. المهم دابا درنا بلاصتنا وبدينا كنزرعوا رعب في العصابات الاخرى. وانا كل مره نتفكر داك الفيديو ديال السيكوريتي ديال ضرب نيتران، وانا عارف هذيك الجنيه اللي زعزعات لي المصارن كيهربوا لي داك الفيديو. ولاد الناس داروا البوز على ظهرنا، البوليس بعدا ولاو داروا منا اتونسيون حيت معانا الجنون لا بغي ديال الكبار. دابا ولينا كنتعاملوا مع عصابات كبار، وقررنا نبدلوا سميه المافيا وسميناها عصابه ار او اش. سميه كتعني اش هي حمزه، او هي اسامه، ار هي رومان. ونحن في الطريق نحو النجوميه هزيت شي 40 مليون من دوك اللي شفرنا ومشيت نبدلهم. كنقلب على شي واحد ما كيحطش فلوسه في البنكه، ما لقيتش شي بلاصه فين نبدلوا الفلوس حيت رقم تسلسلي غيكونوا البوليس كيقلبوا عليه، فين ما طاح غادي يلقاوه وغادي يجبدوا الصداع علينا. لقينا واحد عشير اسامه كان كيقرا معاه، دغيا قدا معنا الغرض، عطانا من عنده 10 ديال المليون وجمع لينا داك الشيء من عند شي خضاره حيت رقم التسلسلي عند الخضاره وفي يدي الخضاره كيتمسح. المهم مشينا ديريكت حطيت دوك الفلوس في البنكه وعيطت لحمزه قلت لي رد البال، ومشيت في حالي. وصلت للفيلا ديريكت حليت داك الباب السري، جبت عاوتاني شويه ديال الكوكايين، جا حمزه هو دخل داك الديب ويب وبدا كيقلب تما على شي مافيا جديده، حتى لقى واحد المافيا صغيره واحد شويه ما بيهاش. درنا معاهم شحال نبيعوا اليوم ديال السلعه، اتفقنا نتلاقاو في واحد الغابه، تناكت عليهم، هزينا السلعه درناها في واحد لافاليز وحطيناها معانا حتى وصلت الوقيته. هزينا السلاح وضربنا اقنعه، ولينا كنديروا اقنعه مغطي لنا وجهنا كامل من غير العينين، وتحركنا وصلنا لتما لديك الغابه. لقيناهم كاينين تما لي زربو ماتو، بديت كنحسبهم لقيتهم شي 10، هما 10 وحنا 7. خديت الباليزه من عند حمزه وتحركت، وكانت دغيا هي اللي جايه وهزه حتى هي باليزه. وقفنا الوسط حليت داكشي حتى بانت لها السلعه وهي تحلى حتى هي، ما لعقلكم مسخ حلات الباليزه. شفت الفلوس مستفين وخديت من عندها هي الاولى داك الصرف، هي حطت يديها على السلعه منيتها جريت كلشي لعندي. هنا دوك خوتنا اللي ما جبدوا السلاح، انا راجع باللور كنضحك حتى كيبانوا لي تهزوا كاملين للسما وتخبطوا في الارض. راه قلت لكم عصابه قبيحه. اختنا بقات غير كتشوف، ما جات نخليها عطيتها بواحد ديريكت لوجهها حتى سخفات لحتى فوق من كتافي وانا اللوحه في الطوموبيل عندنا. ديك الجنيه بقات كتغوت عليا في ودنيا ما رضاتني، تغوت تتغوت تتغوت بزعت سكتات. وصلنا للفيلا دخلت اختنا لواحد البيت وسديت عليها وقلت لهم ما تقربوش ليها، هزيت دوك الفلوس السلعه رديتهم لبلاصتهم، ولكن ما غنتهنى حتى نلقى صاحب دعوتي اللي خورني بجوج ديال المليار. واخا نكون يهودي وراه عندي جنسيه اليهود، ولكن ماشي حتى لديك الدرجه كاع، راه اليهود وما كيوقعش لهم هذا البلان. ولكن كيف كيقولوا كما تدين تدان، انا خورت بغاضه وهذا خورني، وانا اللي شديته غنعاود نخور عاوتاني غير بلاتي حتى طيح بين يديا. دابا نمشي نطلع على ديك ختنا واش فاقت ولا باقي. دخلت لقيتها فايقه وكتدور في عينيها، حيدت ليها ديك الشرويطه من فمها وخليتها كتغوت حتى عيات وهي تسكت. سكتات بوحدها، وقيلا تسالات لها الحجره ولا ديشارج عليها الباتري. مشيت جبت لها ما تاكل، حليت لها يديها وخليتها تقصي حتى كلات مزيان وربطتها وهي كتحاول تفك. بقيت كنتامل فيها الخوت وقلت لها
صراحة هذا الزين كامل ما يستاهلش يخدم في حالة الدومين. قالت لي انت سوقك واش حيد انت راجل ها؟ انت راجل غادي خصك تخدم فيه وانا مرا ممنوع عليا اش التخلف. قلت لي انا قلت داكشي اللي كيبان ليا انت خاصك تكوني شي طبيبه ولا استاذه ماشي مافيوزيه. قالت لي الظروف اللي حكمت عليا نخدم في هادشي ما جاتش في الحلال تجي في الحرام، ولكن شكون خلاك جوج شرع ديما تابعينك؟ قلت لها ايوا راه انت اللي تطفلتي على الميدان. قالت لي انا بغيت نجرب ندير عصابه ديالي. قلت لها واخا يلا سيري تناسي وخرجت. سديت الباب من برا وتحركت للجرده ريحت فيها وكنفكر في شي خطه جديده باش نشد هذا اللي خورني عقدني في حياتي. والله العظيم وليت مريض نفسيا. داز واحد الشهر والفلوس ما تقاسوش. كيفاش زعما هذا عائق بينا ولا كيفاش؟ فلوس اللي في البنكه ما قاسومش كنت دايرهم لي بحال شي طعم. والله حتى نجبدو خصني غير نصبر شويه. ديك ختنا مخليها عندنا كنعطيها ما تاكل شكون في حاله واكله شاربه ناعسه مرتاحه وفابور، ولكن ما عرفتش علاش باقي شاده عندي. غير خليها دابا يجي شي وقت فاش نحتاجها. بقيت كنتسنى المخور يبان والو. طلع لي الدم وانا نخرج نتسركل. تحركت واحد شويه باش ننساه. طلعت الجامع الفنا تفرجت في المسيح هربوا ليا في ذاك الليل. بقيت تما حتى شي الوحده ديال الليل عاد رجعت. فاش كنت راجع جبت التليفون لقيت شي 100 ابيل من عند حمزه واسامه. كنقول اش واقع؟ زربت حتى وصلت حدا الفيلا وانا نجبد السلاح. بقيت غادي بشويه حتى وصلت للباب. حليت الباب دخلت وبقيت غادي ورد البال حتى وصلت حدا البيت اللي فيه ختنا. حليت الباب لقيتها حال عينها. دخلت وسديت علينا قلت ليها فين مشاو؟ وهي كتقول غير شويه عطلع معايا القالب فاش رويت الشرويطه اللي في فمها. ترى فاش كانت نيرفا ما كنبقى نشوف والو حيت لا الشرويطه عاد هضرات. قالت ليا ما عرفتش فين هما غير سمعتهم كيهضروا هما دايزين محدا الباب ديال البيت كيقولوا خاص رومان يعرف بهذا الشيء. واش انت هو رومان؟ قلت لها اه هو انا. اش قالوا؟ قالت لي راه هذا الشيء اللي سمعت راه واقيلا خرجوا يقلبوا عليك. مصيبه اش واقع عاوتاني؟ هزيت التليفون صونيت ليهم حتى واحد ما كيجاوب. مشيت للبيت ديال حمزه ما لقيت والو. رجعت عطيتها ما تاكل وسديت عليها. مشيت بقيت كنقلب الفيلا شبر بشبر ما لقيت والو. ريحت في الارض قلت خلي تيجيو. بقيت مريح حتى لشي ثلاثه ديال الصباح عاد دخلوا بقاوني مريح في الجرده. جاو كيجريو جرني حمزه من يديا وكيجري طلعني لبيتو حل البيسي قال لي الفلوس اللي في الكونط مشاو عاوتاني. قلت لي شكون اللي خداهم؟ غتكون عرفتي هاد المره ياك صافي طاح في الفخ ديالنا مشى فيها كفته. قال لي ضروري غنعرفو ما تخافش هاك هاك تشوفو غير بشويه عليك. راه من الصباح وانا كنقلب عليك باش نوريك هاد الشيء. بديت الخوت كنقرا داك الشيء اللي وراني في البيسي وتصدمت لواحد الدرجه كبيره فاش كنشوف واش اسماعيل عنده شي علاقه مع هاد الشيء ولا شي واحد اخر هذا. خلي لي لايك خلي لي لايك الخوت. انا راه ولا عندي 16 وليت مكرفص واحد شويه ندير القرايه داك الشيء ما طولتش لكم هذا الجزء، ولكن الجزء الجاي كنوعدكم غادي نجبد والديه. بغيت نقول واحد هابي بيرث داي لواحد الدري صاحبي فينسي السميه ديالك فينسي هربت لي عاوتاني. هابي بيرث داي برو عيد ميلاد سعيد عقبال 3000 سنه. الخوت احبكم في الله ليله سعيده ما تلفوش نتلاقاو في الجزء الجاي ديالنا. اديوس اميغوس.